هلا والله حبايبي وهلا والله بالبونشاويين. اوكي تنبيه بسيط، الفيديو المسجل عن طريق مايك القديم لانه سجلته من قبل ما اجيب هذا المايك. بالاضافه شباب اللعبه لعبه حياه واقعيه تشبه لعبه ماي سمر كار، ورجاء الميكانيكيين يلي بالتعليقات يعني خفوا علينا معلش، اول مره بنجرب اللعبه لانه جدا خرافيه. راح خليكم هلا مع اللعبه ولا تنسونا من لايك وشير وخلينا نبلش اللعبه. نوعاً ما تشبه لعبه ماي سمر كار. شخصيتي انا كثير حلو ثاني، انا شعري الشوارب اهم شيء، هذا لازم يكونوا برتقاليات تقريبا. نشوف وسط اللعب تخبيص اللح راح يصير. اوكي وانا استيقظ في منزلي، انا ساكن بالصحراء. شايفين اللي شد حلوه؟ God damn guys God damn Oh my god في عندي سلاح سلاح الراق راق، هذا منظار. اوكي هنا يمكن اتوقع هيك هيك بنفك الباكاج بالعاده. اوكي جيب هذا محرك السياره من ورا، خذ من الجبنه العيد. يا لي رب اللمبة دي دي، حط الأغراض اللي بدي أخذها معي. هذا إيش؟ بدي يطلع رحلة تمام، بدي يروح زور ستي تمام. هذا بيلزمنا، هذا إيش؟ ما أعرف بس كمان بيلزمني. سبيك الذهب ما أعرف بس كمان بيلزمني. مجلة أهم شيء. سي تعال هاي حطها ورا، يا ما بتنزل كل مرة، هي فهمت كيف؟ ايوه حطها ورا سكر. دمبلاتي مصاصة، هاي بدي احطها يا معلم. ايوه هون زين. اهم شيء التمارين عشان نحافظ عليه قبل ما نروح. جيب يا معلم شد. ايش ضل هذا؟ يمكن هذا بنزين او غاز كمان، حطه معلم. طيب هذا اهم شيء، بس هذا خيال بس. ما صار شيء. اوكي مي، هذا مي يلزمنا. نجرب كيف بيمشي الحال. رجعت تمشي الحال. ماي جاد بتغير جنوطة السيارة، طلعوا سيارتي بالمرة. ايش في تحت السيارة؟ شايفين ايش في تحت السيارة؟ ايوه هذا فرشاية حديد مشان الصدغه. او ماي جاد يا ابو الزوز، او ماي جاد والله اللعبه حلوه. ها خربت، خربوا السنون شات، شوفوا خربت، ما عاد تلزمنا، خربت. سكر الباكاج. يلزمني بعدين حتى لو مستعمل، فهمت كيف؟ بتعرف ايش يصير مع واحد لقدام. هاي ليفه، اتوقع ليفه تلزمني. ليش في عندي سيف ساموراي؟ الو خير خير خير، طالع السيارة شوي لبرا، خير طالع السيارة لبرا نظبطها. جبت العيد. لازم ندفش السيارة. لازم لازم اطالع السيارة، انا جبت ام العيد، طلعوا. او ماي جاد لسه ما بلشنا. طيب اذا عندي حل، اذا جبنا هاي. ايوه مشي الحال، ليتس جو. خلينا نطالع على برا ولما نجيب العيد مره ثانيه.
اتوقع اني ضربت حادث. سامع عندي مرات. اوه اوكي اوكي خلينا نصف السيارة هون. تمام. الو ارفع فرين الايدز. اوكي اوكي باكاج تبعنا. ضاعوا نص الاغراض، ضاعوا نص الاغراض جاد. مجلتي يا اخي، هذا اهم شغله بالحياه. ايش هاد؟ حطه، سكر الباب شباب. ايش اين هو البواجي؟ زيت سياره هاد، فيول. اوكي كله كله عندي فول اصلا، بس رح اخده معي للاحتياط. اوكي نطلع رحله اليوم شات. والله هذا يلزمني كمان، ما اعرف ايش هذا بس يلزمني. وحده ملك الدانزر. هذا هذا شلون مفك؟ هذا تبع للدامه. كنا الله ما اعرف لوين رايحين، بس طالعين رحله نحن اليوم شات. اوكي والله احس انه راح اجيب العيد، ما اعرف ليش. كبيرة نحن صغيرين اخر طريق معنا بدنا نروح هيك شاب. نتوكل على الله. شوفير مرة شاب. اوكي والله بدنا اغاني معنا طالعين يعني هيك. في حجرة كنا تعبينا بالهيط. ما في ما في مكيف بالسيارة؟ ليش وين السيارة شوي؟ كل الأخبار؟ ما في نزل المراي والله شو؟ بس يدخل هواء الوش هو بجوا السيارة شوي كان ثواني. كمل. شوفوا عم بيصير قدامي وهم وسراب، بس كاني شايف في محل على طريق. يكفي في محل شاف. يا اخي ما اعرف، حاسس اني جايب العيد، ما اعرف هذا العداد الضبر تاني ليش شغال، معقول ما عندي بنزين؟ المراي ما يزبط، ما يزبط. المراي ما يزبط يا اخي، ما عم شوف وراي، اوكي؟ ها؟ عدل المرايا يا ها. لا ثواني باي ما تعدلت هيك شيء. عم مش نعدل المرايا والله. كاني وصلنا على استراحه شات. سيارتي سيارتي بدها غيار، بدها تصليح. يبا والله في عندهم سيارات ثانيه محطه بنزين. شوفه بحده، شوفه بحده. ان شاء الله ما اضرب له السيارة. يلا معلش نكشة خفيفة. جات! او ماي جاد! معناها يا برو نحن نضل نظبط سيارتنا ونعدلها. اوكي معناها بحق لي اخذ اي سياره بدي اياها من هدول. شو اي وحده اخذ شات؟ هاي هاي سيارتنا. اوكي شوفوا الزرقاء حسيتها اكبر وباكاجها بيسع اكثر وانظف. ما يب يب حسيتها انظف. بنحسن نغير لها الدواليب مثلا، نظبطها هلا نعيرها. احسن اسوي شغله طيب ببالي، ما اعرف ليش اذا عملت هيك بعرف اني راح اجيب العيد. بس يا ولد بعرف اني راح اجيب العيد بس بدي اجرب. ما يصير في اغطيه دواليب جوا. ما خلينا نثبتها هيك.
يا عيني عليك بالسوس كهيبة انزين. ما هذا بس عبى لتر ما بدي يصرف عجب من هون ما بياخد بنزين. هاي فاضي بدنا كمان بنزين بس عبالي لتر تقريبا. هذا ايش هذا عندي منه بالسيارة معناه شيء. لا حط لك دولاب احتياطي يا معلم لان على السواتي راح اجيب انا من العيد. اوكي في شغلات بسيارتنا الثانية بتعبيهم بعدين هاي. بس هذا ايش لا لا ده فيه بنزين لا 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 يا زك جبت ليت فضيت كل البنزين على الارض اصلا. كيف بدي اخذ البنزين من السياره الاولى؟ هي السياره مليانه بنزين صحيح والله والله فيها الترين يعني تقريبا بس طلعوا كل اغراضهم مضروبين. كيف ممكن ناخذ بنزين؟ في شيء لازم بالبيت او هون بهون لازم لاي شيء يشفط البنزين. سكر الباب بروب مارش انزل فرين ريد ما تقلي البطاريه فاضيه صرنا ساعه نشغل السياره. بطارية فاضية ما انت بتعرف ايش هم ميتين. نجيب بطارية تبع سيارتنا القديمة. بدها بطارية وزيت متأكد؟ انا بعرف اجيب بطارية وزيت. طيب بطارية تلقيت زيت المولي بيخليني والله. ها هذا لازم يتعبى كمان. هذا اللي رحت فضيته جايب من عيد الألعاب. هاي صاير رح نرجع لسيارتنا. فك المحرك كلياته. ماشي فك هاي. هذا ايش؟ هذا كمان فاضي؟ اشوف تبع سيارتي القديمة بس ما اتوقع يركب على السيارة الجديدة. فيه والله هذا فيه تبع السيارة الحمراء فيه. بدها مي 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 شات بدها مي. ميت السيارة فاضية. او ماي جاد عبيت عبيت غاز انا بدل المي. جبت من العيد والله تفجرها. ايش هاد؟ الو لك اللعبة فيه وحوش؟ مات لحاله اصلا. شرب له شي زيت بالارض معنيه تسمم. طيب شات انا طالع عندي انه معي 200 طلقه. اوكي اوكي عرفنا كيف نضرب بالسلاح هلا. طيب بدنا بطاريه لنا بعد المحرك. بدها دفشه يعني قلتك اذا اخذناها على الطريق دفشناها يمشي الحال؟ طيب يعني بدها بوش يعني. مار شغل السيارة. الو راح تصير كرت. مين تمام دفش دفش اركض بسرعة. يلا اشتغلي. طب لو ما في بطارية شلون اشتغلت طيب هذا؟ ما في اعتبره حالك وانا عم نسوق. لا تشتغل ليش دعم لما استمتع بالاجواء. ما حطينا احنا غاز بالمحل هلا مغيره. اوووو والله طارت. او ماي جاد جت طريق ساقي بلشت تهدي.
فاك. اوه ماي جاد. طيب اذا عطيناها كمان رفسي ثاني واقف شوي. ما اول مره جوايدك تعلم اللعبه. اركها رفسي. ارقعها رفسي كمان من هون. هاي الو ارقع روحي يلا روحي. ما عاد لحس السيارة ما عاد لحس. خاص دفش ليش ما عرفني دفشت انا من رفستي خارقة شغل سوبرمان كمان. والله ارجع السيفنج احسن لك روح بسيارتك القديمة خلاص. ثانيتين تصير هون يا زلمة. ما حدا سمع صوت ابدا اوكي ما حدا سمع شيء. ضروري يكون المي مفول بالسيارة. ما عبيها شوي يا شيخ الا روحي صينا ما اهم شيء الفرشاي اهم شيء الفرشاي تجيب تعرف ايش شغال السيارة شغالي اطلع خليني نشوف خلي نجيب دعيد ايش راح يصير معنا على الطريق ما بعرف الله يستر. Oh my god, جبت العيد. افكر التركسيون كمان. حبيبي حتى اي ما يلزمنا روح. ما ضروري نعرف سرعتنا. هنا نجيب ام العيد كمان، ما يلزمني هاد كمان روح. ايش كمان؟ ما يلزمني هاد كمان روح. ايش بدها السيارة؟ ايش الصوت؟ ما في اعداد السرعة راح كبيت الدنيا ليش ارد عليك وانت رولت؟ ليش العب ترول يا اخي لعبة ما هي ترول؟ اشتغلت هي بس شوي حميت اوكي فهمت كيف؟ ما في مشكلة والله هي فيها مليان مي معناها راح اخذ هي فينا ناخذ كل شيء كراسي مرايا حتى الماتور فينا ناخذه على فكرة فينا ناخذ كل شيء يب 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 خلينا نكب العدة القديم من هون فينا ناخذ دواليب من جوا كمان على فكرة في عندهم قطع جوا بدي اشوف جوا مو احسن هيك من الاول نشتغل ونظبط السيارة بتو تركب سيارة يعني مع سيارات العالم هون كبوا المزاح بس يعني صارت حلوة صارت يعني لا بأس فيها رغم التخبيز تمام صار حلو يعني عين لون خراي ايش هذا؟ هذا لمبة كيف ناخذها والله؟ والله بناخذها ليش لا؟ في شغلات كثيرة بالمخزن بس نحن ما لنا عارفانين هذا ايش مثلا؟ هذا ايه؟ والله الاسفنجي معقول العلا الاسفنجي بتلمع تعال نجرب الاسفنجي جات ايه والله الاسفنجي ديم يا السيارة كيف صارت ديم هلا صار بدي غنية معي رد شفني بس وانا تاول يا عمي
ايش صار؟ في عندي تقريبا الترين ماي فيه سيارتي بوبس ايه معي 10 نفر سيارتي نفر. شوف زيتها العربي وزيت العافيه معنا في شبصير هاي حطينا غاز ورجعت وقفت نفس الحركة طيب قبل شوي كي أصدقائي وبعد كل هالأعياد اللي جبناها بكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم إذا حابين تشوفوا الحلقة الجاية وتشوفوا التخبيص يلي سويناه واحتمال ينزل مود المالتي بلاير أو الأونلاين نلعب فيها مع أصدقائنا من هون الحلقة الجاية جايز إذا متحمسين اكتبوا لي تحت بالتعليقات بشوفكم بخير والسلام عليكم.